صباح الخير، ورحب بمشاهدات ومشاهدي MBC في كل مكان حول العالم، وأرحب أيضا بمستمعي ومستمعات MBC FM في المملكة العربية السعودية. أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة مجموعة إنسان. ضيفي لهذه الليلة نجم من نجوم الإعلام الجديد، مقاطعه كالرصاص في سرعة انتشارها، رزين في تحليله السياسي، يميزه المجازفة والإصرار على النجاح، لا يملك تاريخا طويلا، فهو شاب ناشئ لكن طرحه المميز ينبئ عن مستقبل باهر لصاحبه. رأيي فيها أنا يا علي أنه شكل جبهة إلكترونية حصينة، مثبتا أن المواطن السعودي هو رجل الدفاع الأول، ولكن عليه أن يسقل موهبته ويدرك أن الشهرة سلاح ذو حدين، وأن عليه أن يستثمر كثيرا وطويلا في موهبته دون أن ينتابه الغرور. ضيفي وضيفكم المؤثر في مواقع التواصل الاجتماعي عبد الله البندر.